قال فتحي السباعي رئيس بنك الإسكان والتعمير في تصريحات خاصة للنهار اليوم إن الاقتصاد المصري في طريقه لتحقيق تقدم كبير. وخلال مشاركته في جلسات اليوم الثاني لمؤتمر يورو موني الذي تستضيفه مصر منذ يوم أمس، قال السباعي إن قوة الاقتصاد المصري ساعدته على الصمود خلال السنوات الصعبة الماضية. جينا هنا وعاملين لجنة وزارية بتشتغل على التشريعات اللي تحمي الاستثمار وتحمي حقوق الدولة، وده حقيقة مطلب كان رئيسي جدا كنا عايزينه سعداء بيه. طبعا طلبنا دلوقتي ان احنا نسرع باصدار ده، لان المستثمر مش هيقدر يجي يشتغل وهو مش ضامن استثماراته هيتحافظ بيها ازاي. اللي محتاجينه دلوقتي كمان وده بنطلبه من الحكومة انه المشاريع تنزل، الآلية بتاعت تخصيص الأرض نفهمها أو يفهمها المستثمر، هتبقى حق انتفاع، هتبقى إيجار، هتبقى بيع، هتبقى في أي مناطق.